اليوم ببالانس معي رندا فهد ورح نحكي عن الكرياتينين، ولكن قبل بدي اعطيكم مقادير الوصفه. اليوم ذكرت قبل شوي لكاتيا انه وصفتنا هي ريد لنتل برجر، يعني همبرجر معموله بالعدس. اذا حابين تقيدوا معي رح نبلش. اول شيء بدنا عدس احمر مسلوق، بدنا مكعبات من الجزر، بريد كرمز او الكعك، حبق، ملح، بهار اسود، جبنه البارميزان، لبنه، بيستو، بندوره خس، بندوره كرزيه، واكيد ما تنسوا خبزه الهامبرجر الفريش والطريه. يعني اليوم وصفتنا very interesting. انا صباح النور. هاي جد صباح. عن جد مشاهدين لازم يحضرونا لانه اليوم الروسات كثير سبيشال. هيدي برجر اذا بدك فيجيتيريان برجر، وخصوصا هلا دارج ديتوكس ودارج لا هلا بنسمع بفيجي برجر، بس يعني ما كنت عارف انه في فيجي برجر دخل على. انا شو رح اعمل اليوم؟ رح نعمل برجر رح تكون محل اللحمه عدس. هلا كيف رح نشتغل فيها؟ هلا بنشوف. اخذ انا عدس احمر مجروش سالقه، قرب هيك تنشوفه مسلوق لدرجه انه فارد. اوكي، هذا اللي بيكون اورانج بالكيس. هيدا بيكون اورانج مزبوط. ايه، وسالقه بس بمي، سالقه بمي وملح ومصفي. اوكي، هلا من هون كل ما بيخبص كل ما احسن او صح، بس مش على الاخر لان بيشرب كثير مي، بتصير العجينه اللي بدنا نعملها كثير رخوه. اوكي، فهون عندنا عدس. سو العدس هو اساس البرجر رح يكون. ايه، ما هو اللانتل برجر يعني. اوكي، هلا فينا في كذا فيجيتيريان، العدس وحده منهم. فينا نعملها بفاصوليا بيضاء، فينا نعملها بحمص. اوف، يعني بتكون الباز حمص، بس النكهات بتختلف تختلف. مظبوط، بتختلف شوي يعني بالنهايه كطعمه، مش رح تقارنيها بالبرجر اللي بنعرفها، بس انه بتكوني عم تاكلي نفس القطعه. في طعم العدس. ايه اكيد اكيد اكيد. اوكي، رح يكون فيها روسات جزر، رح يكون فيها حبق، عم نحكي روسات العجين اللي بدنا نعملها. فيها كعك مطحون، فيها بارميزان، فيها طحين. اكيد ملح وبهار. اوكي اوكي، رح نبلش فيها هلا. عملهم انا شوي صغار هلا بتشوفي. بلكي هلا بنعملها كمان. ايه، عم فكر اعملها اوبن فيس، ما تكون يعني بتكون ما تكون خبزتين. هلا بنشتغلها. بدك نعملها ثلاثه كمان. يعني طيب رح نبلش اول شيء. بعد عنا شغله وحده بدنا. شوفي شوفي اللبنه هون. مزبوط، هلا بنحكي عن الدب تبعها. واو، في دب. هلا انا لاستفيد من الوقت رح بلش اشتغل بالجزر، لان بعد شو بدك ندور على ايه على الخفيف. رح بلش بالجزر، يعني بعد لهالروسات بدنا نطبخ الجزر، بنرجع بنخلطها كلها، بنعجنها، بنرجع بنقرصها، بنرجع بنشتغل بالسبريد تبعها. اوكي، ديل. سو الجزر هو بس الجزر بدي افرمه بوتي دي، بس طيب مش يساهم لا لا طي القطع. نو نو نو، يعني وحلو يكون بالروسات فيها شيء، يعني منا كلها بيوريه. اوكي، يعني بيكون عندك الجزر هو اللي بيعطيك الاشياء اللي عم تقرش بقلبها. وهون عم نفرمهم نحن، هون عم نفرمهم مزبوط. والجزر يعني غير الكوسه غير الباذنجان، بس تقليه بدي احافظ شوي على شكله اكثر لانه اقسى. يعني هلا الشكل اللي عم نفرمه رح يضل بقلب البرجر، بقلب العجينه، ورح يبينوا هول بحس. مزبوط، هن رح يبينوا. وعندك السويتنس اللي بالجزر، السكر بالجزر كمان طيب مع الروسات. هلا هيدي البرجر ما رح نسميها لحمه لانه ما فيها لحمه. ايه لا اكيد. البرجر بعد ما تنشوى نحن نشويها؟ نحن رح نعملها بالمقليه. بالمقليه فينا نشويها كمان على الجريل. ايه اكيد، بتشعر شوي يعني ما بتضل. هلا هي رح تطلع لونها اصفر بس نعملها. إيه؟ بس نقليها رح تاخذ لون ذهبي. اوكي، هلا هون كمان رح تحط نفس الاشياء مثل ما عاده بنحط رح اعمل لها سبريد بالبيستو باللبنه. هيك لحتى نروح على الاخر بالبرجر تكون فيجيتيريان وتكون اذا بدك لايت كلها. أوكي، يعني ما يكون فيها شيء دسم مايونيز او ايه. سو اذا حطينا بيستو يعني ولبنه بطلنا بحاجه لكاتشب. ايه اكيد، يعني انا جربت ابعد عن الاشياء التراديشنال بقلب البرجر. هيك البرجر كلها جديده عم نعملها. يلا هول بينعملوا بينحطوا بالفريزر؟ بينعملوا بينحطوا بالفريزر. هلا هون في شغله فينا نعملها كمان، انا ما رح اعملها اليوم لان ما معنا وقت. فينا نعملها مثل ما رح نعمل اليوم، نرجع نجلدها ونرجع نعملها بانيه. نجلدها ونعملها بانيه، بصير عندك يعني بتكوني عم تضيفي عليها هالقرشه. اوكي،
يعني مثل فيجيتيريان اسكالوب تقريبا. تمام. او حتى يعني مثل البريدنج تبع الاسكالوب وزيت نفسه. بلش بهول وقت رح زيد الجزرة بعد. يعني هو دائما البرنسيب بس بدنا نعمل هول العدسات كتار نو؟ ايه هول كتار. اوكي رح استعمل يمكن نصهم او اقل حتى. دائما بالبرنسيب بس بدنا نعمل حيلا برجر العجينه بده يكون فيها شيء بده يلقطها للعجينه لما تفرط معنا. اكيد ايه يعني هون نحن شويه بالمقلايه مزبوط. يعني هون نحن عنا عم نستعمل اذا بدك النشا اللي بالعدس كرمال هيك سطويناها زياده. هلا اذا بتشوفي بس نعملها رح نحط كفوف بايدينا رح نصير نعجنها عجن باتيز. يلا ايه بدنا نعجنها عجن حتى تاخذ بعضها يعني طلقت صح. هون بالمبدأ نضبط شوي هون شو رح نعمل خفف شوي النار يستووا نفس الوقت بنطبخوا من جوا وبياخذوا لون. طيب لك شو رح اعمل ما زلنا كنا عم نفرم بعدنا رح افرم شويه حبق هيك بنكون خلصنا كل شيء فرم لها قبل ما نبلش بالعجينه. يعني دائما تينا بتحس انه فكره بسيطه يعني لكن الانجريدينتس شو هن ما في عجقة انجريدينتس ما عندنا شيء كثير صعب او صعب نلاقيه بالسوق. بس هلا شوف البرودوي كيف رح يطلع اخر شيء. الحبق رح ندخله كمان معهم؟ ايه عناي بس ما رح نطبخه يعني نحن عم نخلطها رح نحط حبق مش هلا مش مع الجزر تما يغير لونه. يعني كمان هي شغله بتساعد بالبيت يعني حتى الاولاد يعني عندهم فكره البرجر انه بحبوها شو ما كانت. كرمال هيك اذا بتلاحظي يعني بمجرد ما تقولي برجر الناس رح يتقبلوها اكيد كفكره عم نحكي قبل ما يذوقوا كاكله صح كايدنتيتي اذا بدك اكثر كمان. اوكي هون الحبقات كمان خلصوا هون رح نشيلهم. هون عم بطيروا عم بفزوا فز. طيب ليك شو رح اعمل انا رح بلش اخلط العجينه ليكون معنا وقت نرجع نقرصها. يلا اوكي العجينه هي هون في لزوم ننطر الجزر تيبرد؟ ايه بس هلا نحن ما رح ننطره لانه انا رح اعملها هاي ما رح ناكلها هاي اليوم. اوكي عامل وحده انا خالصه بس ليه؟ انا بدي فرجي البروس. المفروض نعملها نحن قبل بوقت يعني؟ بس بننطره ليسقع شوي لانه بدي لا قصدي كلها سوا. لا ما ضروري يعني بس انا قصدي كجزر لازم يكون ايه يبرد اكيد. طيب انا شو رح اعمل؟ رح اخذ العدس هولي مبدئيا بكفوا اوكي هون رح ناخذ كعك. هلا الكعك والبارميزان والطحين كله بشد ايه اكيد رح كرمال هيك انا شو رح اعمل؟ ما رح احط طحين هلا رح بلش اشتغل فيها هيك اذا حسيتها رخوه بزيد شوي طحين بالاخر يعني منه كثير ثابت الطحين حسب سلقة العدس كمان قديش مسلوق. اوكي شو رح نعمل هون؟ بدنا نشيل سوري شوي رح نشيل العدسات الجزرات على صحن خلص مبدئيا خلص هلا انا رح بلش اعجنها بلا جزر ننطرهم بس دقيقتين يبردوا ومفروض نبردهم على الاخر مثل ما قلنا بما انه ما عندنا كثير وقت تقريبا هو اللي بكفوا. اوكي شو صار عندنا هون؟ يمكن حطينا العدس المسلوق مزبوط جبنه البارميزان مبلوشة ملح بهار ملح كعك. بهار وكعك اذا عم تلاحظي عم بعجنها وعم بمقاسها اوكي عم بشد عليها حتى تفرط كلها وتاخذ بعضها
ما في زوم نطحنها هي؟ نو نو ما ضروري لأنه هي مسلوقة زيادة عن الزوم. أوكي. إذا عم بتلاحظي كيف الحبة طرية يعني عم بمعسها أنا معس تتاخد بعضها. واو صارت عجينة على شوي. صارت عجينة وهلأ بعد شوي إذا حسيناها عم تعذبنا. هلأ أنت كمية الكعك والبارميزان مكتوبين على الروسيت. إيه ما بقى بدك تزيد. هلأ مبلا أنا محور. ناطر بس لحط الجزر. واو كيف صارت شحنة. أوكي شو بدك هلأ؟ هلأ رح ناخد جزر رح نحط شوي رح ناخد حبق نحط شوي. نايس. هلأ كمان هذا فاكت أنه قلينا الجزر بزيت الزيتون كمان زدنا شوية دسم عليها. صح أكيد عطينا طعمة يعني. أكيد بعدين زيت زيتون يعني ما حطينا ايه. زبدة هاي تقريبا صارت على آخر. لك كيف صارت بعد رح نعجنها. إذا هلأ قرصت وحدة تطلع معها؟ إيه لا بعد بدها شوية تعجنها تطلعي. هلأ لك كيف صارت تبهي بعد ما خلصت لك كيف صارت. شفتك كيف مشققة بعدها لأنه رح نعجنها بعد أوكي. شوي رح ياخد شوية طحين زد لها شوية طحين هالقدي بس. يلا هلا منشيل كل شيء من قدامنا ونبلش نقرصها نرجع نشتغل بالسبريد. هاي خلصت لك كيف صارت. إذا بتاخذها الكاميرا عن قريب كيف صارت باينة. هاي ننظف. يلا خلينا نبلش العجينة. اوكي ليك شو رح اعمل رح شيل انا كل هولي من قدامي نشيلهم ايه لنقدر نشتغل فيها نقرصها بهالوقت منقرص قسم نرجع نشتغل شوي بالسبريد تبعها وبالكامبي مثل هني كتير ساب انتبهي هولي خيط لنشيلهم حرام حطهم على جنب لان رح نشتغل هولي مع الحق على البلاتو. اوكي انا شو جايب معي جايب معي الورق نايلون اللي هو بهين الخبرية كلها علينا وجايب معي المقطع بس وين حطيناه أحو كرمال الحجم مزبوط هيك بيطلع عنا شكل البرجر كتير بيشبه بعضه. جاد بتزم؟ نو هاي ما بتزم أبدا 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 صرنا نتبع على القياس يعني إيه لا أكيد يعني إذا بتلاحظي هلأ شوفي شو رح أعمل بكون أكبر من الخبزة يعني مش ضروري أكبر 100% يعني انت بدك تاخدي على الباز تبعها اذا بدي يكون في وحده انا قصصها وينها هون 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 كثير منيح شايفه اوكي هلا انا حط المقطع على ايه اوكي رفتي على القد بتطلع اوكي لك شو رح اعمل رح احط هاي هيك رح احط هيدي حتى قد ايه رح تسمكها يلا شوف انا وياك رح نعمل ثلاثة بفرد ورقة. هلا هون السماكة فينا قد ما بدنا نسمك. منزيد الكمية يعني اللي عم نعملها هلا. ليكي هلا. نعملها هيك. رح نرجع ناخذ هيدا هيك. نرجع نكبسها هيك. اوكي. هيك بكون حافظ يعني عمل لك مثل اخذنا الشكل عمل لك كادر للحبة ما بقى تظهر. هلا هون مثل ما انت قلتي الرقية والسماكة نحن فينا نزيد ونقلل ليكي كيف طلعت اوكي شايفه ما احلاه هون حلو هلا هون رح اعمل وحده بعد رح اعمل ثلاثه بعد بس نلحق نعمل سبريد أوكي. رح نسمك شوي هون ليك كيف طلعوا هون ما بنشيلهم من الورقه بناخذهم هيك نشوف سمك الطعم هون شوي رقيقه تحمل اكثر ايه هلا هون نحن رح نسمك شوي أوكي. بس شو رح اعمل انا هاي دائما اساسي بس نعملها ناخذها نضبها ما نفكها دغري من الورقه تفرط اوكي ناخذها هيك بنحطهم بصحن بنحطهم بالبراد افضل قبل ما أكيد نقليها بدهم مينيموم ساعه او ساعتين بالبراد تحت تسقع كلها تكمش والنشا يلقطا لان ما بتقعد تفرط معنا اذا فرطت مشكله بالقلب رح نعمل بعد
اوكي نفس البرنسيب بس هون رح نسمك شوي. شو بسيطة جاد بسيطة وهلا شوفي طعمتها شوفي يعني الطعم مع المكونات انه مع الاسيديتي تبع اللبنة عدس جبنة بارميزان شوية حبق شوية جزر ايه ما فيها كثير انجريدينز وحتى التكنيك تبعها هين يعني اذا بتشوفي عملناها بربع ساعة منا هي يمكن بتحمل اكثر هيدي شوي ارق ايه هيك ما احلى هون كثير مثل نزيد هيدي شوي اوكي نحن هلا تقريبا خلصنا العجينه حلو هولي كمان نفس التكنيك نعملهم هيك نلفهم على بعضهم شو رح اعمل رح اخذهم انا ديركت على البراد مثل ما قلنا انا جايب معي قبل مسقعين ايه مزبوط لحتى نقدر نقليهم ما يعملوا لنا مشكله ويفرطوا اوكي لاني هول لفلفينهم وظبطينهم هيك ما احليهم اوكي هلا مش رح نبلش نقلفهم خلينا نشيل هولي رح نبلش نعمل سبريد اللي هي كثير سامبل كمان وهلا دقيها شو طيبه حلو فيها تكون كمان هاي السبريد اللي بدنا نعملها لغير شيء كليا ساندويتشز لغير ساندويتش لا اذا بدك دب ل لرلشز يعني اوكي عندنا لبنه عندنا حبق وين بدك تشتغل بلكي ثاني ميل ملح والبهار هيدي هي القصه نشيل الكفوف الخس والبندوره عادي هولي ماشي ايه رح نحطهم هلا اخر شيء على المونتاج بالتيستينج بنشتغل فيهم هلا شوفي لون السبريد شو رح يطلع واو عم تصور لبنه مع بيستو شوية ملح شوية بهار بيستو دايما بنقول بس يشوف الاكسجين رح ناخذ من الزيت تبعه اللي لونه اخضر كمان اوكي يامي كثير ساب يعني ليكي هلا يعني هون بدلنا اذا بدك المايونيز باللبنه ليكي لونه عظيمه نزيد لها شويه بيستو اوليك شو رايك؟ بتحمل بعد؟ شوي صغيره لانه بالنهايه انت رح تاخذي من هيدي يمكن شيء 15 جرام للبرجر يعني بدها تكون قويه طعمتها ايه معلش حتى لو هيدا صفا ننزلهم تنزيل هم قاسيين هاي سبريد خلصت بيستو بنذكر جد بيستو هو حبق صنوبر ثوم بارميزان زيت زيتون اوكي بنطحنهم مع بعضهم نو نو هو الروسات الكلاسيك هي حبق بس حبق خلصنا نايس لكن هول خالصين هول خالصين خبزة البرجر مزبوط وبيرجع بيجي فوقها بيجي فوقها عندك العدس اللي عملناه مع سبريد مع بندورة ومع خس خس اوكي هلا نبلش شوي البرجر شوي ايه رح بلش شوي شو رايك بهالرسات اليوم شو حبيت الفكره حلو هيك نستبدل قيمه اللحم ايه يعني فيجيتيريان بنفس الوقت على برودوي بالنهايه او على انجريدينز معودين على طعمتهم يعني ما في شيء بيتفاجئ كطعم صح هلا نحن لكان تقريبا صرنا على اخر خبز خالص سبريد خالص العجين رح بلش نقليها هلا بالتيستينج كم برجر رح نعمل؟ شو بدك قولي لي سؤالك مش الشباب منهم بتعرف اوكي بس رح ننطر شوي لا حلو حجمنا هلا هون الحجم نحن فينا نكبر الخبزه فينا نصغر العجينه حسب الخبزه كمان اكيد
لكن نحن رح نبلش شوي البرجرز. منذكر انه البرجر اليوم مش من اللحمة ولكن من العدس المجروش. عدس مجروش احمر فيه حبق. مظبوط. حطينا بالروسات حبق، حطينا جزر طبخناه. هيك نرجع نعيد الروسات للي هلا عم بتابعنا. حطينا عدس مسلوق، حطينا بارميزان وطحين، طحين حسب رخاوة العدس قديش شرب الماء. يعني مظبوط. ملح وبهار وجزر سوتيه وحبق. وقلنا انه فينا كمان نحطهم بالفريزر. مظبوط. هيك هن منيين. هن منيين اكيد. هلا احسن اذا بدنا نحطهم بالفريزر نعملهم بانيه. ليش؟ لانه بس تحطي هيك برودوي بالفريزر بيشرب مي من الفريزر، يعني بياخذ رطوبه. هلا احسن نعملهم بانيه قبل ما نحطهم بالفريزر. ايه لا بدنا نجلدهم 5 دقائق 10 دقائق لا يشد شوي، نعملهم بانيه ومنضبهم. اوكي. ايه لا ما فيك تعمليها هيك دغري، بانيه بتفرط معك. يعني هلا اذا بدنا نعملها بانيه ايه تفرفت، بتشيليها من البيض والطحين. اوكي. بدها تكون شاده اكثر، بدها تكون لقطه اكثر. هون دائما خلي يكون معنا، بس تكون عم نقلي هيك اشياء سباتول رفيعه. هلا هي يعني ما بدها استوى. ايه لا لا لا، هي نحن عم نقليها لنعطيها الكروت من برا بس. يعني هلا نحن فينا ناخذ وحده ناكلها بالنهايه، كلها مطبوخه يعني ما فيها. صح. ايه يعني حتى هون دائما نقليها على حراره عاليه بس تاخذ هيك كوش. فرد مره هيك بنحط صحن حدنا. والسبريد اللي عملناه دخله باستو ولبنه، شو فينا نعمل غير سبريد معه؟ فينا نعمل، فينا نروح على اشياء كلاسيك، بس انه انا حبيت اغير مكان بيمشوا معك كطعمه. قصدي اذا بدك مايونيز مع ماسترد، موتارد مع شويه هيربز مع شويه ترايفور اذا بدك كمان. أوكي. يعني اللي عم تطفي صاحبتنا بهالوقت، شو رح اعمل انا؟ بلش نقص هال، نستفيد من الوقت. بدك تحط السبريد من هلا او لا؟ لا بننطر، بلكي بنعملهم بال التيستينج. بالتيستينج. هلا بنقلبهم. شو لك اخذهم؟ ايه شو بعد شوي. ها بعد انا ما رح اقليهم كثير. فكروني شوي بال بشو؟ ايام الطفوله؟ لا بالبطاطا. قيمت نعمل مثل هيك مثل هاش براونز. هاش براون بس بكون مقطع مش بري. لا بتكون مبروشه. مبروشه اذا بدي بس نفس هذيك اسمها رشتي كمان. رشتي بوتيتو. رشتي؟ بلاش. ايه هلا بترجع بتنحط هذيك بنحط لها بيض دخلك؟ كمان بدها بيض لتنزل تتكمش. ما احليها. واو هلا كان مفروض يامي. شايفي شو حلوين؟ شو اللي كان مفروض؟ لا كان بدي شيء اعرض على قدها. بس حتى ما تفصل. ايه بس لا سبا سبا. شايفي ما احليهم؟ واو. يعني هلا اكيد اللون من ورا الجبنه، من ورا الجبنه ومن ورا يعني بالنهايه في العدس بس كمان كله بقلبه الاشياء. كل شيء في نشا بس تقليب بياخذ ياخذ لون. يعني كل شيء في نشا كل شيء طحين. ايه. بس هيدي ما بتنشوى. بتنشوى بس بتصير دليكات يعني اذا باربيكيو مثلا، خصوصا اذا في فراغات بالباربيكيو بدها تفرط. ايه منا يعني منا مثل اللحمه. ايه. ما كثير اكيد متينه بس ليكي كيف طلعت التكستشر تبعها كثير حلوين. لكن رح ناخذ هلا بعد البريك رح نرجع مع المونتاج نكفي البرجرز وبنشوف مشاهدينا على التيستينج. حلوين اف مينيمم مينيمم نقول حلوين. ماي جاد ملا لون اخذوا. شايفه ما احلاهم حمسونا على البرونزاج كانت يعني اول شيء انه عدس بعدين بس يصير مقلي ببطل عدس. هيدي اذا الواحد بده يخفف اللحمه اتس ا جريت ايديا. ايه اكيد حتى مثل ما قلنا فيها هاي الروسيت تنعمل بغير عدس، يعني فينا نعملها بحمص بحمص فاصوليا بيضاء فول كمان فول بصير فلافل ساعتها. مزبوط. هلا انا ما كنت حابب احط لهم
الغطا، بس تينا مصرة تلقطها بالإيد. إيه إيه إنه إيه إنه برجر على وصولة. هاي لتينا. بشوفها بدها تصير الحمرة هلا. رح زيد ليك سبريد لما تطلع دراي، لأن هي ما فيها لحم يعني كلها نشا. سبريد باستو مع لبنة. إيه عم بيقول لي مش إيه حلوة كتير الفكرة. باستو مع لبنة يعني ما فيها. طيب. فيها ما يكون فيها فات غير زيت زيتون يعني. طبعا الباستو. وفيها تكون لبنه لايت اذا الواحد بده فينا نشويها ما نقليها. قلت لها لاتينا لتصير فولي هيلثي دليكا، بتصير العجين بتصير يعني الريسك انه تفرط اكثر. بتصير صعبه. ايه انه ما لنا لقطه مثل اللحمه. في شيء تنسكها. ايه هلا نحن اشتغلناها بطريقه انه تكون كامشه بعضها ومشي حالها يعني، بس اذا بدك تحطيها على باربيكيو لان في فراغات بيكون يعني معقول تشويها بالمقليه. ما نحن هيك عملنا. تينا مع كفر مبين كيف الشيء بريحتها. ايه اكيد هيك بدون شيء. انا بحب احطها زي يمكن لا هيدي ما بتزيد بس ما بتاخذ لون يعني بتطلع هيك الالوان تنشف. صح بتطلع منشفه تنشيف. اوكي تنشيف خالص. انا رح اكل وحده بلا الكل بده يضطرون مضطرين ناكلها. اذا بدك اعطيكي بلا كفر ليش رح اعمل انا؟ اكلها هيك انا حدا اكلها مثل ما بدي انا. انا رح احط السبريد بس ما يكون ما في كليناكس فيه وفي شوكه وفي سكينه في قرار عندكم. تفضلي نكمل الحلقة. أنا رح قصها هيك. وين الشوكة والسكينة؟ أحني هون. بدك تدوقي هيك مش أحيان ليك؟ ما هيك؟ شو رأيك؟ خلص أوكي. بتقصيها. Very interesting. خبريني. طيبة؟ إيه يعني. بين السبريد وبين العدس. روعة. والعدس شو غريب ال التكستير تبعه. إيه ما بتتوقع هيك. أنا رح قصها هيك. طيبة كثير. شو؟ طيبة وعندك هالسويتنس تبع الجزر والعدس. يعني بتحسيها يونيك طعمه طعم انا ما بتشبه شيء ثاني. الحبق. الحبق تبع البيستو والحبق اللي بقلب ال خفيفة كثير. يعني ما بتقشعي هالصوص هيك بتقولي اوف شو فيها يعني ما فيها شيء. كثير طيبة. كنا عم نقول انه بدلنا المايونيز. I like it. طيب المايونيز كله شلناه ايه. حطينا محله لبنه عظيمه هيدي. هيدي فينا نعملها عاده كمان. حتى سبريد مثل ما قلنا يعني طيب فينا نستعمل سبريد. لك ما فينا نعمل صوص كوكتيل باللبنه كمان كاتشب ولبنه. ايه كاتشب حلو. تكوني عم تشيلي المايونيز عم تشيلي البيض عم تشيلي ايه. الزيت كله عم تشيلي هالفات وعم تستبدليه بلبنه. اذا بدك تروحي فيها لبعيد اكثر بتروحي على اللبنه لايت، بس انه شو ضروري هالقد يعني. بس اللبن ايه. لايت منا كتير يعني ايه. بس انه شو ناقصها هاي؟ شو؟ فريت. وي بقى يا وقاعدة على البحر ما لا ما بيلبق لها. بيلبق لها بطاطا بكزبرة. نايس فيري نايس. مشاهدينا انا رح لقيكم بكره الصبح جاد. ميرسي بوكو. ثانك يو. رح نرجع سوا بكره تنشوف شو الوصفه بكره. بعد البريك رح ترجعوا تكفوا الايف مع كاتيا. تشاو تشاو.